يا اهلا باحلى موميز في الدنيا، معاكم ساره وانتوا بتتفرجوا على موميز كورت. لو عجبتكم فكره التشانل بتاعتنا ما تنسوش لايك سبسكرايب شير، فعلوا الجرس عشان يوصلكم الجديد، ويلا بينا نبدا حلقتنا. اكتر حاجه بتحلم بيها كل ام انها تقدر توصل بطفلها لاحسن حاجه، سواء على المستوى النفسي او المستوى الثقافي او المستوى التعليمي او المستوى التربوي، وده دايما بيحطنا في حيرة كبيرة، ازاي نختار للطفل الشيء المناسب، ازاي نختار للطفل الحضانة المناسبة، ازاي نختار للطفل اللعبة المناسبة، ازاي نختار للطفل الصحبة المناسبة، مع ان دي صعب شوية نتحكم فيها بالذات في الزمن ده، بس احنا بنحاول على قد ما نقدر، بنحاول عشان احنا بنبني في اولادنا. انت بتستثمر في طفلك، انت بتستثمري في طفلك، الاستثمار اللي انتوا هتبنوه النهارده فيهم هيعود عليكم وعليهم بكره. واكتر استثمار لازم نفكر فيه في اولادنا هو التعليم. التعليم ما بقاش زي زمان مجرد الف وباء وخلاص، وخلصنا الابتدائي دخلنا على الاعدادي على الثانوي مجموع كبير لازم نخش كليه قمه. طبعا كل ده ما بقاش ليه اي اساس على ارض الواقع، يا اما طلاب اتخرجوا من كليات بيقال عليها كليات قمه، وان كنت شخصيا اختلف مع المصطلح ده لان مفيش قمه واقعة في التعليم. انت حياتك زي ما هي مش هتمشي من غير الدكتور، مش هتمشي من غير النجار، فالموضوع مفيهوش قمه واقعة، الموضوع فيه ان احنا بندي لوظايف معينه قيمه كبيره وبنقلل من قيمه وظايف تانية، مع ان الحياه لا تستوي بدون الوظيفتين. وعامه دلوقتي مبقتش الشهادات هي الاساس في تقييم البني ادم، دلوقتي على قدر معرفتك وادراكك على قدر ما هيكون لك شأن. ومرحلة المعرفة والإدراك اللي بنستثمر فيها في أولادنا دي بتبدأ حرفيا من أول ما الطفل يتولد. أول حاجة ببدأ أزرعها فيه في البيت من قيم وأخلاق وتربية، مش من خلال توقيني ليه الأفعال، هو في السن ده مش مدركها قد ما هو من خلال ملاحظته ليا وللأسرة، إحنا بنتصرف إزاي وبنتعامل إزاي، بناخد إيه، بنشرب إيه، بناكل إيه، بنبعد عن إيه، بنمارس إيه، سواء من عبادات أو تواصل اجتماعي أو خلافه. ولما الطفل بيبدأ يدخل مرحلة الحضانة بتبدأ رحلة البحث عن الحضانة المناسبة. طبعا أصحاب المؤسسات التعليمية المختلفة عشان يقدروا يوصلوا لأكبر عدد من الطلاب اللي ينضموا ليهم ويحصلوا على انتباه أولياء الأمور بقوا بيتسابقوا في حتة إن احنا ازاي نعلن عن الحضانة بتاعتنا، أو ازاي إن المدرسة بتاعتي تكون تشويز نمبر 1 لأي ولي أمر. ولان المصطلحات الغريبه عن الودن شويه بتجذب اكتر، ولان مصطلح مونتسوري جديد علينا شويه، فاغلب الحضانات واغلب المدارس دلوقتي بتستخدمه للترويج ليها. احنا كنا اتكلمنا في فيديو قبل كده هيظهر عندكم في الاي فوق وهتلاقوه في الديسكربشن تحت، عن يعني ايه مونتسوري اصلا وايه حكايه المنهج ده وازاي بدا ومين اللي انشاه بالظبط. من الملاحظ برضو ان اي حضانه بتستخدم حتة منصوري او ما يشبهها من مصطلحات للدعاية دايما بيكون سعرها اغلى من الحضانة العادية، لانها المفروض بتقدم خدمة ايه الحضانة العادية مش بتقدمها. الفكرة هنا بقى مش انا هدفع قد ايه، الفكرة انا هدفع في ايه، انا هدفع في شيء حقيقي، هل المكان ده هيقدر يقدم لي الحاجات دي. ولان طبعا اغلب اولياء الامور ما عندهمش علم قوي بموضوع منصوري ده لانه جديد علينا شوية زي ما قلت قبل كده، فاحنا بندخل ولادنا بيجوا ولادنا فرحانين، اه اخدتوا ايه في الحضانه النهارده يا حبايبي، اخدت A B C D الف باء تاء فاء whatever، او حتى لو الحضانه شغاله بمنهج جاي فونكس اللي اتكلمنا عنه برده في فيديوهات قبل كده وهتظهر عندكم دلوقتي البلاي ليست بتاعته فوق في الاي وفي الديسكربشن تحت، وده هيكون مفيد جدا. ايا كان اللي هياخدوه في الحضانه احنا ما احناش عندنا العلم الكافي ان احنا نعرف هل ده فعلا اللي انا دافع فلوس عشان طفلي يستفيد بيه ولا لا. القصه مش قصه فلوس قد ما هي قصه استثمار في الطفل. طبعا الفلوس مهمه، الفلوس اللي بتدفع بتبقى اغلى، بس الفلوس دي انا بدفعها عشان استثمر في طفلي عشان احصل على خدمه. وهنا بقى يجي دور الفيديو دوت، لازم تكوني عارفه او لازم تكون عارف ايه هو بالظبط منهج مونتسوري اللي بيتم اعتماده في الحضانات وفي المدارس علشان تقدر فعلا تقيم انت وجهت استثمارك في طفلك في المكان الصح ولا لا. منهج مونتسوري ببساطة هو منهج بيقوم على إعداد الطفل من سن الولادة لحد 18 سنة، ما هوش منهج تعليمي مختص في شيء معين، بالعكس هو منهج بيشمل كل نواحي الحياة. تركيز منهج مونتسوري الأصلي بيكون على الطفل ذات نفسه وإزاي أقدر أنمي قدراته العقلية، بعيد عن التركيز على دور المعلم كملقن للمعلومة، لأ الموضوع بيكون قائم على اكتشاف القدرات والمهارات الخاصة بالطفل وتشجيعه وتحفيزه على تنميتها، وده بيساعده على التعلم بشكل أفضل.
ولان منتسوري كانت بتؤمن ان الطفل قوه مجهوله لو وجهناها بشكل صح بالذات في اول سنتين من عمره ده هيخليه يوصل لطريق مليان بالنجاح. عشان كده كان اهم حاجه عندها ان التعليم لازم يوجه الطفل انه ازاي يكتشف القوه الداخليه اللي جواه دي ويستفيد منها، وده اللي التعليم العادي ما يقدرش يقدمه لانه قائم على التلقين والتحفيظ. وعشان كده اساس منهج منتسوري ان الطفل بيتعلم ذاتيا، بنقدم له مجموعه من النشاطات المتنوعه والجذابه ونسيب له حريه اختيار النشاط المناسب لقدراته ومواهبه وميوله، ونحفزه ان هو يتطور وننمي عنده اكتر حته اتقان النشاط ده اللي هو اختاره. ودي نقطه مهمه بتخلي الطفل قادر يكتشف ميوله ايه واهتماماته ايه وينميها. وطبعا بنحرص ان النشاط ده الطفل لازم بيكرره لحد ما يتقنه، يعني لنفرض ان الطفل اختار ان هو يلعب بالمكعبات في اللحظه دي، انا هوجهه ازاي يلعب بيها صح. هبدا انمي مهارته اني احطه قدامه مجموعه مختلفه من المكعبات، هبدا الاحظه لحد ما هيختار مثلا شكل معين يكونه، وهبدا اساعده ان هو يكرر الشكل ده لحد ما يتقنه بشكل تاني. كده هو اكتسب مهاره وفي نفس الوقت اتعلم شيء جديد. اهم العناصر اللي بتضمن لي ان انا اقدر اطبق نظام منتسوري التعليمي بشكل صح هو ان البيئه المحيطه للطفل تكون امنه ومناسبه ليه. وعشان كده اغلب الحضانات اللي بتعتمد على المنهج ده بنلاقي ان الاساس بتاعها مجهز ومؤمن ومناسب لبيئه التعليم دي، يعني الكراسي بتكون في احجام الاطفال، وزنها خفيف عشان لو لا قدر الله الكرسي وقع على الطفل او حاجه ما يسببلوش يعني الم او اصابه، الترابيزات صغيره وقريبه من الارض في مستوى احجام الاطفال حسب السن بتاعهم، برضو الدواليب او اللوكرز اللي فيها المعدات بتاعتي بتاعت الدراسه لازم تكون في مستوى قريب من الطفل يقدر يفتحها ويقفلها عشان انا بنمي عنده مهاره الاعتماد على النفس. وطبعا لازم بيئه الدراسه تكون هاديه عشان امن للطفل ميزه ان هو يقدر يركز في الحاجه اللي بيعملها ويتقنها. منهج منتسوري بيقوم على ان التعليم مكون من مثلث ثلاث اضلاعه هما الطفل، البيئه المحيطه، المعلم. المعلم هنا في منهج منتسوري مهمته ان هو يكون حلقه الوصل بين الطفل والبيئه المحيطه ليه، يعني احنا مش هنشتغل بنظام التلقين زي زمان، بالعكس انا بكون مجرد حلقه وصل بين الطفل والبيئه اللي انا حطاه فيها عشان يقدر يفهم البيئه دي وابعادها ويتعامل فيها بشكل صح ويستفيد ويتعلم وينمي مهاراته. هتكلم معاكم ان شاء الله في فيديو جاي عن ازاي اقدر اضمن للطفل بيئه منتسوري امنه في المنزل واساعده في تنميه مهاراته وذكائه. بيعتمد منهج منتسوري في الاساس على الاكتشاف والتركيز والانضباط الذاتي وحب الطفل للتعلم والاعتماد على النفس، كمان بيهتم بشده بالطفل ونموه الحركي والحسي واللغوي وبناء شخصيته. ومن اهم ركائز المنهج ده اللي بنركز عليها بالذات في مرحله الحضانه هي ازاي انمي مهارات الطفل العمليه او المهارات الاساسيه المتعلقة بالتنظيم واللي بتعتمد بشكل اساسي على تنمية الحواس. عشان كده بنلاقي في المنهج انشطة لتدريب الحواس وتنميتها زي مثلا حاسة اللمس، واللي بنلاقي ان الحضانات اللي بتعتمد على منهج منتسوري في التعليم بتعمل انشطة تنمي حاسة اللمس عند الاطفال دي، زي مثلا ان انا اقدم له خامات متنوعة يلمسها بايده بحيث يقدر يفرق ما بين البارد والسخن، الناعم والخشن، حتى الاشكال اقدر اميز بينهم باستخدام حاسه اللمس. ولما الاطفال بيكونوا اكبر شويه ببدا امرنهم على ازاي نفك الزراير، ازاي نربط الجزمه بتاعتنا، ازاي نفكها، طبعا كل ده باشراف المعلم زي ما قلنا قبل كده. كمان عندي حاسه مهمه جدا لازم انميها في الطفل من بدري وهي حاسه السمع اللي بتبدا تمرين الطفل ليها من اول الولاده، من ساعه ما الطفل بيقدر يميز صوت امه وبعد كده سماعه للاصوات المختلفه في البيئه المحيطه ليه. وفي الحضانات اللي بتعتمد منهج منتسوري بيكون في انشطه زي ربط العين بقماش خفيف عشان طبعا الاطفال ما يتخضوش، وابدا اسمعهم اصوات مختلفه زي مثلا صوت القطه ويقول لي دي ايه، صوت الكلب اقول له ده ايه، صوت الميه، صوت راجل، صوت ست، وده برده مهم جدا عشان يعرف الفرق ما بين الصوتين دولت وتردداتهم على الودن، الحيوانات والطيور عامه. كل دي تمرينات بتحفز حاسه السمع وبيعتمد عليها منهج منتسوري بشكل اساسي. كمان حاسه التذوق منتسوري ما نساهاش، تمريناتها بتكون مثلا ان احنا ممكن نربط عين الطفل برده بقماشه خفيفه ونبدا ندوقه حاجات مختلفه وهو يقدر يفرق بين الاطعم بتاعتها زي الحامض، الحلو، الحادق. كمان منهج منتسوري بيركز على ان احنا ازاي نقدر ننمي المهارات الذهنيه للطفل، وده بيكون من خلال مجموعه من الانشطه والتدريبات اللي بتعتمدها الحضانات والمدارس اللي بتعتمد المنهج ده، زي تركيب المكعبات والتوصيل، ترتيب الحاجات المتماثله او المتشابهه سوا، ترتيب ادوات المائده،
الالعاب الحسابية زي العد وترتيب الارقام، كمان الرسم والتلوين وعمل الاكسسوارات من الخرز، وده بيكون تمرين مهم جدا بيساعد الطفل على التركيز لانه بيستخدم الخيط، وده بيكون شيء رفيع مطلوب اني ادخل الخرزه فيه برضو اللي هي بيكون الثقب بتاعها اللي انا بستخدمه ده رفيع، فده بيحفز التركيز قوي عند الطفل. مهم قوي لما اروح اقدم لطفلي في حضانه او مدرسه بتعتمد المنهج دوت ان انا اكون متاكده ان الادوات المستخدمه في الفصول امنه ومناسبه لطفلي، وبتحلو ان هو يقدر فعلا يتعلم ويستفيد بشكل كويس. والادوات اللي المفروض تكون متوفره هي مجموعات الاشكال الهندسيه المختلفه زي الدايره والمثلث والمربع والمكعب والمستطيل، يكون في الواح من الخشب باحجام واطوال مختلفه، ودي بنستخدمها اثناء النشاطات اللي احنا بنقوم بيها مع الطفل. اقمشه مختلفه الملمس، ودي قلنا بنستخدمها في تدريب حاسه اللمس. بيكون في البطاقات المصوره او اللي هي الفلاش كاردز، ودي بيكون عليها حاجات مختلفة زي الألوان والكلمات والأرقام والحروف، ودي بتكون أدوات تعليمية مساعدة ومهمة جدا في عملية تعليم الطفل. دي لاختصار الحاجات اللي لازم تكون متوفرة في الحضانة اللي طفلك هينتسب ليها لو كانت فعلا بتدعم منهج من سوري بتقدمه. وقبل كل دوت لازم تتأكدي ان القائمين على العملية التعليمية في المكان دوت فعلا فاهمين المنهج ده وقادرين يطبقوه مع الطفل ويساعدوه ان هو يستفيد منه بأقصى شكل. زي ما قلنا في أول الفيديو، الموضوع مش موضوع فلوس قد موضوع انا بدفع الفلوس دي في ايه، انا بستثمر في الطفل، وكلنا بنتمنى ان استثمارنا في اولادنا يكون انجح استثمار لان هم اهم حاجه في حياتنا احنا بنبني فيها. اتمنى يكون فيديو النهارده كان مفيد ليكم وعجبكم، وفي الحلقات اللي جايه ان شاء الله من سلسله المونتسوري والتربيه الايجابيه هنتكلم عن ازاي اقدر احقق في بيتي بيئه مونتسوري مناسبه للطفل بحيث انمي مهاراته وقدراته، وازاي نفرق ما بين فكره التربيه الايجابيه والمونتسوري وما بين ان الطفل اكون مش قادر اسيطر عليه، لان للاسف النقطه دي بالذات في لغط كبير قوي فيها عند الامهات، كتير مننا ما بيقدرش يحسم النقطه دي قوي وبنقع في مشكله ان الطفل يستغل ان احنا بنحاول نكون اهدى في التعامل معاهم ان هم يعندوا اكتر او يوصلوا للحاجه اللي عايزينها بشكل الزن او العياط او خلافه. كل دي حاجه هنتكلم عليها، ولو في اي حاجه تانية حابين ان احنا نتكلم عنها خاصه برضو بالمواضيع دي هستناكم تكتبوا لي اقتراحاتكم في الكومنتس عنها تحت، واتمنى تكونوا استفدتوا كفايه من حلقه النهارده ويكون الفيديو خفيف وبسيط وعجبكم. لو عجبتكم فكره الشانل بتاعتنا ما تنسوش لايك سبسكرايب شير، فعلوا الجرس عشان يوصلكم الجديد، واشوفكم في حلقه جديده من مامي سبورت. باي.